السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ موضوعنا إن شاء الله اليوم راح يكون عن الإعدادات المفروض تغيرها عندك في نظام الويندوز ليعطيك أداء أفضل لاستخدامك لجهاز الكمبيوتر، وأيضا يحسن من اتصال الإنترنت عندك، بيحسن أداء الجهاز عندك بحيث أن في عندكم برامج يا شباب تشتغل في الباك جراوند وأنتم ما تدرون عنها. شركة مايكروسوفت اضافت هذه الخيارات والاعدادات اللي تشتغل باك جراوند حتى هم يستفيدون ويحسنون من النظام اللي عندهم. هذا شيء جدا ممتاز ان يحسنون في النظام اللي عندهم، بس يستهلك يا شباب عندكم نت ويستهلك من مصادر الجهاز عندكم، يعني بدل ما انتم تستفيدون منها في خاصه اللي عندهم انترنت بطيء او اجهزتهم يعني لو رينج او ميد رينج، فهذا راح ياثر على اداء الجهاز عندهم، ما بيعطيهم تجربه ممتازه وتجربه سلسه في عمليه استخدام الجهاز الكمبيوتر. فخلونا نتكلم عن الاعدادات اللي المفروض تغيرونها في نظام الويندوز اللي عندكم. تروحون على قائمه ابدا او النافذه، وبعدها تروحون على سيتنجز، ومن سيتنجز تروحون على برايفسي او الخصوصيه، من البرايفسي او الخصوصيه تختارون خيار جنرال وتسكرون يا شباب جميع الخيارات اللي امامكم. هاي الخيارات يا شباب ترسل تقارير من جهازكم للشركات، فما لها اي لزوم، تستهلك نت وتستهلك من موارد الجهاز اللي عندكم. ترسل اي دي، ترسل للبرامج، فيعني مثل يستفيدون من جهازكم وانتم ما تدرون يعني، فما لها اي لزوم، فسكروا عليهم كلهم يا شباب. سبيتش انكينج اند تايبنج، هذا الخيار يا شباب يدعم اللي هو الكورتانا، اي شيء تتكلمه اي شيء تكتبه في الكورتانا عندكم في هذا هو الكورتانا يا شباب. هذا نظام مايكروسوفت او نظام الدعم في مايكروسوفت، هذا هم الخاص فيهم، فهذا البرنامج مدعوم بشكل كبير من شركه مايكروسوفت. فاي شيء تكتبه هني تحت او اي شيء يعني تستخدم الميكروفون فينكتب او تايبنج او سبيكنج او اي حاجه فينحفظ، فما له اي لزوم انه ينحفظ عندكم، فياثر على جهازكم، ينحفظ على جهازكم، فانكم تضغطون عليه بعدها تغيرونه لا تضغطون على اوف، انا مسكرنه عاد، فالان اون يعني اشغله، اوف يعني اطفيه، فما لها اي لزوم يكون على الاون. الفيدباك هذا انكم يا شباب جهاز الكمبيوتر اللي عندكم يرسل معلومات من جهازكم لشركه مايكروسوفت حتى يطورون من النظام الخاص فيهم. مثل ما قلت لكم يا شباب اللي عنده نت بطيء ويلعب يعني في سلاسه وجهازه يعني ميد رينج او لو رينج فما له اي لزوم فيسكر. الخيار هذا ليه مستحيل انك تسكر الخيار هذا 100%، فعندك الفل ينزله من اذا كان يطرش هو فل او 100% فخلوه بس يطرش 50%، ما خلوه 0% يعني بيطرش، لكن بعد احسن من ان يستهلك بشكل كبير. والخيار اللي بعده اوف اللي هو الامبروف، يحسن الانكينج اند تايبنج في المايكروسوفت. خيارات ما لها اي داعي يا شباب، اوف كله شيلوه اوف. بعدها اللي هو الخيار الجديد هذا انك تمسح كلش الامور اللي خاصه في التعقب والامور اللي تخص مايكروسوفت والامور هذه ديليت ويمسح كل حاجه. اكتيفيتي هيستوري الخيار الجديد انك تشوف الامور اللي انت قمت فيها، فما لها اي لزوم اني انا الامور اللي قمت فيها، يمكن في ناس يعني يبون يشوفون الامور اللي قاموا بها، انا بصراحه عندي ما اريد فشلته، الا اللهم اني استخدم الايميل واحتاج اني انا اشوف الايميل، فهذا الخيار اللي خليته شغال. الخيار اللي بعد اللوكيشنز او خيار الموقع، ما احتاج يا شباب اني انا اغير او يعني ابرز وين موقعي وين مكاني، فلهذا السبب انا شلته. خيار الموقع يحدد مكانك ويحدد موقع جهازك، كلير كل شيء يا شباب، كلير واوف كل حاجه تشيلها. كاميرا اللي عنده ما يستخدم كاميرا فما لها اي لزوم ان يكون الكاميرا عنده شغال، او حتى عندك كاميرا في اللابتوب او محط كاميرا فانت تقدر تشغل كاميرا لما تشغلها، يعني اذا تبغى برنامج تشتغله في برنامج معين اختار البرنامج، انا مسكرنا بشكل عام يعني اوف واوف هني، اما اذا بستخدمه في برنامج معين اختار البرنامج اللي بستخدمه فيه واون. الميكروفون يا شباب مهم جدا انكم ما تسكروه، لا تسكروه، اذا سكرت الميكروفون انا الحين ما راح تسمعوني. الميكروفون اذا كنت تستخدم الميكروفون فخله شغال، اذا ما عندك ميكروفون ما تستخدم الميكروفون نهائي فسكره،
انا مخلينا شغال ليش؟ لاني انا استخدم المايكروفون. النوتيفيكيشنز او الانذارات انا ما اريد انها تجيني اي شكل من اشكال الانذارات اوف، وكانت تجيني سابقا ما لها اي لزوم، ما شفت منها اي فائده. اكونت انفورميشنز او معلومات الحساب ما اريد انها تجيني اي معلومات، ومعلومات الحساب تشينج اوف او تغيير اوف كونتنتس او المحتوى، ما اريد اي شيء غير الايميل. انا بس الايميل اللي اباه او محتوى الايميل هو المهم بالنسبه لي، اما باقي الامور فا اوف. الكالندر او التاريخ ايضا انه يربط الكالندر مالك او التاريخ اللي عندك في البرامج او الامور اللي عندك ايضا اوف، ما اريد ان يربط اي حاجه. كول هيستوري او تاريخ الاتصالات، انا ما عمري سويت اتصال او قمت باتصال في نظام الويندوز، فاستخدم يا السكايب او الديسكورد او البرامج المعروفه. ايميلز، الايميل عندي انا احتاج لاني استخدم بشكل كبير. اما كورتانا تستخدم الايميل تدخل في الايميل مالي، فشكرا يا كورتانا ما اريد انك تتدخلين في الامور الخاصه فيني، استخدمه عن طريق البرنامج اللي جاي في الديفولت مع الويندوز. برنامج انا اعتبره ممتاز وجيد واستخدمه، فلهذا السبب خليته على الاون. اما اللي ما يستخدم البرنامج هذا يدخل عن طريق الموقع ويشيك على ايميله فيسكره كامل. تشينج اوف التاسكس او المهمات، تشينج من تشينج اضغط على اوف، ما احتاج اني اشوف التاسكس او المهمات اللي قمت فيها. المسجنج ايضا ما اريد اوف. الراديو اوف. اذر ديفايسز اني اتواصل مع اجهزه اخرى، ما عمري قمت اني اتواصلت، لكن ما عمري اني اتواصلت مع اجهزه اخرى ايضا اوف. باك جراوند ابس خيار جدا غبي، اني اخلي في الباك جراوند او في الخلفيه برامج تشتغل، شو الفائده او شو الحاجه اني تشتغل؟ هل اريد يعني اثر على اداء استخدام جهاز الكمبيوتر؟ فاعتبره خيار جدا غبي. بس يمكن اللي اريد الميل، الايميل قصدي، هذا اللي احتاجه، والويندوز ديفندر، فلهذا السبب خليته اون. ويندوز ديفندر اللي هو برامج حمايه، والايميل احتاجه او اريد ان توصل لي تنبيهات من الايميل اذا وصلني حاجه او شيء. الخيار هذا ايضا اوف. اوتوماتيك فايل داونلود انه ينزل فايلات او خيار تنزيل الفايلات، ما عندي انا شايل لنا دوكيومنتس ايضا اوف. البيكتشرز اوف. الفيديوز اوف. الفايل سيستم او نظام الملفات ايضا اوف. يا شباب كل الخيارات هاي مهمه جدا، راح تساعدكم على تسهيل استخدامكم لجهاز الكمبيوتر وزياده ادائه، وايضا الانترنت اللي عندكم، خاصه اللي عندهم يعني انترنت بطيء واحد او اثنين او ثلاثه، فالخيارات هذه انتم اصلا انترنت يلا يلا يعني تستخدمونه، فهاي الخيارات راح بعد تكون موجوده وتاثر عليكم، فراح تواجهون مشاكل كثيره. الخيار اللي بعده عن طريق الذهاب لها سيستم، ومن سيستم تروحون على نوتيفيكيشنز، ومن النوتيفيكيشن او التنبيهات تجيك تحت هنا، ان تنبيهات تجيك، فما لها اي لزوم ان تجيك اي تنبيهات. اذا تبونها خلوها، اذا ما تبونها يا شباب انا ما استخدمها نهائي، فاوف اوف اوف اوف. مع ان الجهاز اللي عندي جهاز قوي لكن ما له اي لزوم يا شباب. جيت نوتيفيكيشن فروم اب، ان هذا من عندك اب او برنامج فيجيك نوتيفيكيشن، ما اريده ان تجيني نوتيفيكيشن من اي برنامج، فاوف كل حاجه اوف، اسكر كل حاجه تكون على الاوف. الديسبلاي هذا خيار يا شباب، انا الخيار هذا مستخدمه مخلي انه اون، اللي هو ان الشاشه اللي عندكم بعد الساعه 7 او بعد او بعد غروب الشمس الشاشه عندكم يخف فيها اللون او اللون الازرق. اللون الازرق يا شباب لما يكون شغال ياثر على عمليه النوم عندك، فالخاصيه هذه تخفف جدا ظهور اللون الازرق من على الشاشه، فيسهل النوم. عند تخفيف اللون الازرق راح يكون النوم عندك بشكل افضل، فتشغله تروح على السيتنجز، ومن السيتنجز تحدد الوقت اللي انت تبي اللون البرتقالي او اللون الازرق يخف فيه. مثل ما تلاحظون امامكم اللون كيف تغير عندكم، اللون الازرق الان عالي، انا ما اريده يستوي يعني يخف اللون الازرق بشكل متوسط، فتشغله اون. وبعد ما تشغله اون تحدد الوقت يكون شغال من الساعه 7 وتيرن اوف الساعه 7 الصبح او قول الساعه 6
ست بيكون وقت جيد. ففي الخاصية هذه أنت تعطي لجهازك أو تعطي للشاشة اللي عندك اللون اللي راح يريح عينك أثناء أو بعد غروب الشمس. ريموت ديسكتوب أو تتحكم بجهازك عن بعد أوف، خاصية ما استخدمها أبدا. عادها تروحون على تطلعون وتروحون على الجيمينج، هذا الخاصية أو هذا حال الإعدادات أنا أبدا ما استخدم فيها أي حاجة، فأوف. إذا عندك تشيكد تشيله، بعدها تروحون على الجيم دي بي آر. هذا يا شباب الخيار يقول لك ريكورد إن ذا باك جراوند، يعني في الباك جراوند يسجل، يعني خاصية تستهلك وتستهدف من موارد جهازك بشكل كبير. أنت تلعب اللعبة ويسجل بغض النظر إن كان يحفظ أو ما يحفظ، لكن هو يكون يسجل. فإذا كبست الزر اللي مخصص لعملية الحفظ يحفظ، وإذا ما كبسته فهو يجلس يحفظ، فيأثر على جهازك بشكل كبير. شيلوه أوف. ريكورد أوديو أوف، ما له أي لزوم. أيضا أوف، شيلوه. ترو بلاي هذا يقول لك يخفف عملية الغش بين اللاعبين، فما له أي لزوم، يعني أنت شو اللي ضمن لك أن اللاعب الثاني مستخدمه ولا لا. أوف بندا. الخاصية اللي بعدها الطابع الشخصي أو بورسنيليشن، تضغطون عليه وتروحون على الستارت، ومن الستارت تسكرون الخيارين اللي أمامكم، يوز ستارت فول سكرين ويوز سجشنز إن ستارت. الخيارين هذه مهمين يا شباب لكم تسكرونهم. في هذا يا شباب نحن تقريبا وصلنا لأغلبي أو معظم الإعدادات اللي المفروض أنكم تغيرونها حتى توصلون ل استخدام سلس، وايضا النت يكون عندكم خاص فيكم ما يستخدم الجهاز عندكم في الباك جراوند. ننتقل للمرحله الاخيره، تنزلون البرنامج سباي بوت. البرنامج هذا جدا ممتاز. البرنامج هذا صمموه شركه معروفه، شركه ممتازه، حتى انهم يخففون من عمليه السباينج او التجسس من شركه مايكروسوفت على الجهاز او ونقل البيانات اليهم. فالبرنامج هذا انا استخدمته يمكن صار لاكثر عن سنه او سنتين، فالبرنامج جدا جدا ممتاز. كيفيه بحط لكم انا موقع البرنامج في الديسكريبشن. هذا موقعهم، برنامج طيب وممتاز. داونلود، تحملون البرنامج على جهازكم، بعد ما تحملون البرنامج على جهازكم تشغلون البرنامج، بعد ما تشغلون البرنامج تطلع لكم القائمه، لكن القائمه اللي بتطلع عندكم راح تكون بالطريقه هذه. اضغطوا على خيار امنيوز وراح يسوي بلوك لجميع الامور اللي يرسلها جهازكم لشركه مايكروسوفت. جدا سهل، جدا بسيط. اللهم تضغطون على الخيار امنيوز، وبعدها هو يمنع كل المعلومات انها ترسل لشركه مايكروسوفت او اي عمليات تجسس او اي عمليات تتدخل في كمبيوترك او جهازك بدون علمك. تبون تشيلونه عن طريق اندو، تبون تفعلونه عن طريق امنيوز. الخيار الاول. الخيارات اللي بعدها خيار اوبشنال او خيارات اختياريه. انا مخلي خيار كورتانا، او مو مخلي خيار كورتانا، راح اشيل خيار كورتانا. اللي يبون يعني كورتانا شغاله وتكون عندهم بالطريقه هذه فيخلونه. انا صراحه كورتانا ما استخدمها، ف مخلي بس اريد السيرش يكون شغال، فهو بيخلي لك السيرش بس فقط. مثل ما تلاحظون امامكم تغير الان، بس يعني خيار السيرش بس لازم تسوون يا شباب ريستارت. الخيار الثالث خيار اللي هو الايميل. انا الايميل بصراحه ما اريد اني احد يتدخل في برنامج الايميل، انا استخدمه، فلهذا السبب خلنا شغال، والباقي كله مسكرنا، كله ما له لزوم الا خيار الايميل الوحيد اريده يكون شغال. بعد ما تقومون بالخطوه هذه يا شباب حتى يتفعل البرنامج عندكم ويشتغل بطريقه صحيحه، لازم تسوون ريستارت، وبعدها البرنامج هذا بيكون اثر على الجهاز عندكم واخذ مفعوله. في هذا يا شباب انا وصلت لنهاية الفيديو، وان شاء الله يا شباب انه بتكون استخدامكم بعد الفيديو هذا لجهاز الكمبيوتر الخاص فيكم استخدام سلس وجيد. ولا تنسوني يا شباب في اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.